يجي على المحطة يجي ما يجيش يجي ويجي على المحطة يجي ما يجيش يجي ما يهمنيش يجي على المحطة. أنا عايز أفهم بقى، أنتوا بتباكيجوني ليه بالظبط؟ أنت قصدك إيه بالظبط؟ يعني أنا حاسس كده إن أنا هتجوز. يجي على المحطة ويجي ما يجيش يجي ما يجيش يجي على المحطة يجي وأذبح له البطة يجي على الشاحن وأذبح له فراخين على الفضائية يجي يا عمال. عاوزك تنزل بقى من فوق، صوتك مبحوح من الاذاعه. ايوه والاهات تسمع الجماهير. انا خايف للجماهير دي تزقني بالطول. انا هبقى غششك. هتغششين؟ برجله الشمال ورجله اليمين ويخش وجول 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 وجول. ايوه امسك في دي بقى. وهي دي فيها ايه؟ ماشي ناحيه الشمال برجل الاثنين. لا يا حمار، برجلك اليمين. بقول لك ايه، انتوا هترقصونا ولا ايه؟ يمين ولا شمال؟ وبعدين ما انا قايل لك بره انا احملها. يا اخي انت دوقتني. طب انا هعمل ايه بالظبط فوق؟ هتذيع ماتش كوره. ما هي دي المصيبه. انا بسمع ان هما بيقولوا فاول واوت على بعد 7000 يارده. ويسفروا عمال على بطال. خلاص انا عرفت انا هعمل ايه. انا هلم الكور من ورا الجول. ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يحرسك عين العين. صح. انا عشانك انت يا حبيبتي اسف النجيله. انت مفجوح حتى في الملاعب. انا قربت ابلع لساني منك. خلي روحك رياضيه وابلع لسانك. حرام عليكم يا اخوانا، خلوا عندكم انسانيه. يعني يهون عليك تخسرنا ولا دوري ولا كاس ولا فلوس ولا مكافئات؟ ايه ده مدد على الكنبه. مستعد مدد على الدكه دي سنتين كمان. وقفيه يا نملة، يا اما والله هوقفه لغايه نهايه الحب. لا وقف. بصوا انا هسخن هنا مكاني وانتوا يلا على بس خلوا الطبيب. يلا دلوقتي انا هذيع المباراه واعمل دعايه للايس كريم في نفس الوقت، وبكده انا بحقق هدفين في هدف واحد. يا كابتن تعالى، يا كابتن تعالى. حد يسالني يا كابتن يقول لي هما ايه الهدفين دول؟ ايه هم؟ اولا هقبض من اذاعه المباراه، ثانيا هستفزع من الدعايه للايس كريم. يا عيني عليك وعلى لحظتك. بيسندوا بس. بس علشان هنبس. بس يا كابتن بس. خد اللحظه واسكت، خد اللحظه ونام. خد اللحظه واسكت، خد اللحظه ونام. استنى، انا هطلع اوت قبل مخي ما يتلحس. والان تبدا المباراه. الفريق ابو شعر احمر على الناحيه دي، والفريق ابو شعر اصفر على الناحيه التانية. افردي ظهرك. ايوه كده، التانية دي لا. عشان الحكم جاي الكره على الفلاش، يبقى اكيد ما عندوش سيزيرايت. الاصفر سانتر يا دوب يقدر يسانتر. الله 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 الله، ماتش مثير. هوبا جوه الاوت. انا بالاوت جوه الجول، وده ما ينفعش. والنتيجه ما زالت 0-0، ودي نتيجه ايجابيه طبعا، وكل اللعيبه محتاجين نتيجه ايجابيه لانهم في الثانويه العامه. قلبي معاهم، الله يكون في عون اهاليهم، زمانهم مستنيينهم. فاول من عصلجه واضحه. الله عليك يا ابو الكابتن يا معلم، اصلك معاونتني من الاخر. العصلجه ده مين؟ زوزه داخل يشوط بكعبه من على بعد 40 يارده، داخل بظهره، شاط بكعبه، مشيت الكوره 3 ياردات، توتا يكملها برجله، تمشي كمان ياردتين. انا شايف واحد من الجماهير بيقول على الناحيه الثانيه بيستعجل اللعيبه، ممكن ياثر عليهم سلبا وايجابا، يقوم يحصل شد وجذب واللعيبه يبهدلوا بعض. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. وخط الدفاع مش ساكت يا جماعه، عايز يتشنج على الكوره ويشتتها، بس النجيله بتزحلقهم، نايمين واقفين، واقفين نايمين، ولاعيب طريقه 7-9-6. انا شايف الباك لولي جاي بسرعته. هو ده اللي هيحطها في الجون او يقربها منه شويه. لولي وصل بسرعته اللي ما حصلتش حتى عند السلاحف. العب يا لولي، وقف يا لولي، العب يا لولي، وقف يا لولي، العب يا لولي، العب يا لولي. الجماهير بتحب فريقها بس ما تعرفش ايه هي الاسرار. لولي كان جاي زي طلقه، ويمكن طلقتين او 3 طلقات، وكده هيحتاج
واحد محلل رياضي يعني علشان يفصل لنا بالظبط ايه اللي حصل. اللعيبه هاجت في الملعب وبتحدف ازاز ميه على الجماهير. حرام كفايه، حرام كفايه. الجماهير بتضرب بس هتعمل ايه يا عيني مغلوبه على امرها. انا خايف حبايس حد من اللعيبه يرمي عليا ازازه ميه تطوح الايس كريم من ايدي وامسك الميه والاعلان يبوظ. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل مع الحكم ده؟ حتى الحكم يا جماعه، الحكم طلع الكارت الرمادي لنفسه، الحكم طلع روحه. شيلوا الرف وحطوا مرايه، شيلوا الرف وحطوا مرايه، شيلوا الرف وحطوا مرايه، شيلوا الرف وحطوا مرايه. اللعيبه هاجت وقالت الحكم قبل ما تضرب نفسك اسال الله يزمان. الحكم ما رضيش لانه واخد قرار ومش ممكن يرجع فيه ابدا. ليه؟ لان حماته بايته عنده وما يقدرش يروح. بس الجماهير، الجماهير يا جماعه، الجماهير بتقع من المدرجات. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ادوني لحسن ايس كريم لحسن ريقي ناشف. وانا كمان الشمس كلت راسي في المدرجات. رزق اديني لحظه تاني يا رزق. هات يا ايس كريم معاك يا طلع. واحنا جاتلنا لحظه 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 من فضلك. يلا بقى بينا كلنا ناخد كامله كده لحظه. كبيرة. طب بقول لكم ايه بقى كده، يلا كده كل حد فيكم معاه ازازه كبيره يخلصها كده علشان ايه احنا عايزين نشطب وانتوا تقعدوا تمصمصوا. هتشطبوا بدري قوي كده؟ ايوه رايحين ناكل نتغدى. بقول لك ممثله كبيره. طب بقول ايه بقى، انتوا بتشربوا بق وبتتكلموا يجي 100 بق، ممكن نخلص بقى على بق واحد كده عشان عايزين نشطب؟ طب انا مش شارب. احسن بعد ما شربتيها كلها ممثله كبيره، انا اللي بشرب غير بق واحد. طب يلا بقى هات بقى كده، يلا يا بقى انتوا الاثنين كده مع الف مليون سلام. يلا. يا رجلي. مالك يا رز؟ لا ده انا بمثل عليكي. صدقي يا واد ان انا صدقتك. ايوه انا ممثل كويس. انت تعديت من الزباين ولا ايه؟ صدقي بس التمثيل ده طلع لذيذ قوي. بقول لك ايه يا رز؟ إيه؟ انا عندي فكره. ايه رايك نروح نمثل على نوره لوزه واهو نسليهم ونتسلى معاهم؟ والله فكره. طب يلا، بس مين اللي هيألف لنا؟ احنا برضو. يعني ألف حاجة؟ أيوة ألف. يلا خلاص ألفت. انت الحقيقة ألفت بسرعة كده. أيوة أنا راجل تعبان وشقيان ومراتي حامل. يا لهوي، مين مراتك الحامل دي؟ أنت يا حبيبتي طبعا، هو في غيرك؟ يا لهوي، عايزني أدخل على نوارة ولوزة وأنا حامل؟
ده تمثيل. دول يقتلوني. يا ستي نبقى كسبنا ممثلة كبيرة. لا انت ما بتحبنيش. بقى ده اسمه كلام برضو. انا بمثل عليك. تعالي تعالي. تعال. على واحدة 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 على أقل من منك. أيوة كده جشاش يا ضلالي. تضحك عليا وتقول إن أنت ما بتحبنيش. ما بحبكيش بس عادي يعني. بس وعادي جدا كل ده بتمثل عليها؟ بتمثل على أختي يا غشاش أنت؟ يا خاين الجمال؟ إيش ومالها إيه؟ ده آكل شارب نايم هانا على طول. يا إخوان أنا بمثل بجد. وبتقولها بكل مجاحة. لا المثل مش كده. قليل الاصل يلاقي العظم في الباتونس عليه. انت لخبطت الدنيا خالص. انت اصلا متلخبط كلك على بعضك كده. ما تفهميهم يا نمله. افهمهم ايه يا موجوس؟ ما انت لخبطت الدنيا خالص. انت لسه واقف وخليتي مضغوط من قدامي. يا حرام كسرت الساعه. كنت خشينا فيه كليتك اسود من السواد. غور من خليتي. انت لسه واقف. قلت لك غور من خليتي. بس يا جماعه ايه ده؟ على فكره مش روسة كنت بمثل عليكم. انا اللي كنت بمثل عليكم. ده يا بنت انت هتبقي احسن من اي ممثل. ايوه الله انا مش مصدقه ابدا ان انت بتمثلي بالجمال والحلاوه دي كلها. ونجحنا في التمثيل. ونجحنا في التمثيل. المدرب اللي دربكوا على التمثيل الجميل ده عايزكم تجيبوه تدرب العيال. ايوه بس ده بياخد كتير. مش كتير على العيال، المهم ان ينزل من عندهم والعيال في قمة التمثيل. بس بياخد مقدم. بياخد كام يعني؟ 500 جنيه. ايه ده مش كتير؟ وانتوا لما بتتعاقدوا على فيلم وكل واحد فيكم بياخد مليون جنيه، مش كتير؟ عندك حق. ايوه ولما تنتج بقى والفيلم يكسر الدنيا وينجح بامتياز وتشتهر من المحيط للخليج وتبقى مليونير وتقول رنتوا على الفلوس اللي دخلالي. ساعتها مش هيعرفنا. بلاش. لا بلاش ايه؟ انا خلاص عشت في الدور. ما انت بتقول 500 جنيه كتير وانت بتاخد مليون جنيه. غلطه مش مقصوده. زلت لسان. ايه رايكم يا جماعه؟ ماشيين الموضوع بس بشرط. اسرتي زي ما انت عايزه. خروف وحشي من مطعم. موافق. خلاص احنا هنطلب نجيب المدرب على ما انت تطلب تجيب الخروف. خلاص ماشي انا هطلع اطلب المطعم عشان يبعت لي المدرب على ما انتوا تجيبوا الخروف وال 500 جنيه حدهم لكم فوق. ايه ده؟ ده يجيب لنا مدرب مشوي ولا ايه؟ والمرة دي هتسموني ايه؟ زيرو. زيرو كام؟ زيرو كام ده ايه؟ ايوه يعني عايز اعرف رقم ابويا ورقم جدي اسمي بالكامل يعني. يا شيخ اتنين انت فاكرنا دار محفوظاتي. بقول لكم ايه؟ ايه يا نملة عاوزة ايه؟ هي تكونش هتمثل كمان. ايه ده رايا مسكينة؟ لا انا عايزة اقول لكم ان احنا لازم ناخد عهد على نفسنا ان احنا ما نمثلش على بعض تاني ابدا عشان انا اعصابي تعبت. انا موافق. واحنا كمان. طب يلا بقى بسرعة علشان جلد وشي تعب من جلد ايديكم. صدقيني انا هيجيلي نقطة. لا بلاكس ده بيضحكنا. كده بقى هتبقى نقطتين. خلاص بيوضلنا في الفرح. ايوه ما هو كله سلف والدنيا حلوة. كفاية قوي ده انتوا جمايلكوا زادت عليا وغطت. طب انا مناخيري باينة ولا مغطت؟ مناخيرك مناخيرك بقت احلى من مناخير الخروف. طب والله لو مسكتي لانطحك. وانا هعملك زي الخروف كده هو تقوم دبحك واحط اكل بقى وتبقى مية مية. احنا هنطلع فوق دلوقتي وندب في الخروف. لا يا نوار ما تعبيش في قمر الدين. قمر الدين ده سكره. انا بتكلم على الخروف اللي جاي من المطعم دلوقتي. من المطعم؟ انا جعان. واحنا كمان. واحنا كمان.